انا العيله مولاتي زينك حرقيني في ذاتي ويا لالا حبيبات ديالي مرحبا بكم. عندي اليوم اون مود ماروكان 100% الطبيله ديالي واكلات ديالي البسيطه جدا. هادو فريمون كنبارطاجي معكم حاجات اللي كدار بالفارينه هاشتاغ فارينه كريشه مي وصفات اللي تربينا بها ساهله ما فيهاش كاستيت اسهل ما يكون. غنبداو اول حاجه بالمسمن ديال الشحمه. البنات انا درت العجينه ديالي في لا ماشين وعجنت، درت 500 غرام اون توتال، فيها 300 غرام ديال الفرينه و 200 غرام ديال السميده رقيقه و معلقه ديال الملحه، معلقه ديال السكر سنيده، وعجنت كلشي مزيان بالماء دافي. تعجن مزيان تتولي العجينه مطاوعه ونخليها ترتاح ونفرقها كويرات. غنفرق كويرات كلهم في نفس لاطاي ونحاول نرققهم يكونوا صغيورين. انا بغيت بان العماره تجي غير شامه ريحه العجينه وما تجينيش لاباط بزاف لداخل، ما يجينيش معجنه. نتوما كتشوفوا كندير كويرات كنخليهم يرتاحوا. قطعت 4 ديال البصلات مشلضين رقاق مع واحد 150 غرام ديال الشحمه ديال الغنمي رقيقه مقطعه ولا محكوكه في الحكاكه، مع الفلفل الاحمر والفلفل الحار والملح والبزار والكمون. الفلفل الحار، الفلفل الاحمر والبزار والكمون والملحه مع 4 ديال البصلات والشحمه. بغيتو تزيدوا القزبر والمعدنوس زيدوها، انا ما كنزيدوش. وكنديروا الكويرات ديالنا. شوفوا معايا البنات، درت الكره الاولى حليتها بالزيت، نحلها مزيان مزيان واخا تقطع لي واحد شويه، نحاول ما نخليهاش تقطع، ولكن واخا تقطع واحد شويه سي با تري غاف، نحاول نحلها لي باش ما يجينيش معجن مزيان 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 مزيان. وكندير الحشو كثير في الاول، يعني ماشي كثير، كندير قياس واحد جوج معالق كبار في الكره الاولى، كنطويها مربعه. وكندير الكره الثانيه كنحلها عاوتاني، كندير فيها غير شويه، وكنجيب داك المربع الاول كنخشيه في الكره الثانيه، عاوتاني كنسدها، عاوتاني كندير الكره الثالثه كنحلها، كندير فيها عاوتاني شويه الحشو. دائما 4 ديال الكرات كندير، وانا غدا كنوصل الكره الرابعه وانا كنقلل الحشو. وفي الكره الاخيره الرابعه كنخليها غير بحال كنلمط بها ديك المسمنه على شكل دائري، من مربع كنردها دائري بحال فاش كنديروا البسطيله، بحال فاش كنلمطوا البسطيله. فوالا انتما كتشوفوا الكره الاولى كندير فيها الحشو كثير وكنطويها على شكل مربع، كندير الكره الثانيه وكندير فيها الحشو اقل من الاولى وكنحشي فيها المربع، وكندير الكره الثالثه وكندير فيها الحشو اقل من الاولى والثانيه وكندير فيها المربع، وكندير الاخرى كندير فيها غير شويه يدي في داك المقادير باش كتلونها، وكنحط فيها داك المربع ديالي وكنطوي على شكل دائري، كنجمع له لي كوتي على شكل دائري. فوالا باش تجينا ملويه. هذا البنات الملوي ديال الشحمه. فوالا تحيه لكاع الناس اللي كيتبعيني من جميع انحاء المغرب، وتحيه خاصه للناس ديال الاطلس، وتحيه للوالده ديالي اللي بسببها الحمد لله خرجت من دارنا صغيره بزاف ولكن بيان فورمي لله الحمد، فتنعرف ندير يعني اطباقنا المغربيه الحمد لله. وعندي المرجعيه اللي هي الام ديالي، الله يحفظ لكم امهاتكم كاملين. وتحيه لكاع العيالات اللي تيتفرجوا فيا، وماما ديال اسماء واحد البنيته متبعاني في انستغرام، ماماها تتحمق عليها وانا كنحمق عليها. خالتي فاطمه تحيه ليك من هنايا. فوالا هذا هو الحشو بصيله متوسطه الحجم، 4 ديال البصلات مع العطريه تكون مزيانه، كثروا لي العطريه يجي فريمون داك لاصوص حمراء، وكثروا لي الحار اذا كتاخذوا الحار، والبصله قطعوها والى خوات لكم الى دارت لكم الماء عصروا داك الماء، خصها تجي فريمون ناشفه باش المسمن ما يجيكمش معجن من الداخل، خص فريمون الحشوه تجي ناشفه باش المسمن ما يخسر لكمش. والبصله ما تشلضوا ما تشحروها ما والو، البصيله كتجي خضراء بحال المسمن اللي كناكلو في الزنقه. فوالا ما البصله كطيب او ميم طوم مع العجينه كتجي بنينه فيها الريحه ديال الكباب. راه ما نقول لكمش هاد الوصفات الطبيعيه البسيطه باش كبرنا فيها واحد البنه لا تضاهى. انا كندير المسمن بلي فخويد ماغ، كندير المسمن معمر بالكفته، كندير المسمن معمر بالصدر الدجاج، مي هذا عنده نسمه خاصه كيذكرنا بالطفوله وكيذكرنا بالبساطه وبساطه الاشياء غير مكلفه، وفيه فريمون واحد النسمه سبيسيال. ديك البصله كطيب كتجي فيه بحال ريحه كباب. جربوها البنات وردوا عليا الاخبار مع واحد الكرداتاي مشحر ولا واحد البريمه ديال الحريره. يا سلام يا سلام يا سلام. هادي هي الاخرى البنات، لا هادي ماشي الاخرى، هادي الثالثه. غنوريكم ان شاء الله معايا هنايا الرابعه لا ديغنيغ اللي فريمون كنلمط فيها باش كيجي الشكل ديال المسمنه ديالي زوين، وما كتجيش البصله خارجه باش ما تحرقش ليا،
وفوايي يعني الرابعه خصها تكون مزيانه. انا هنا كنشرح لكم بان اخر وحده اخر دائره خصها تكون كبيره، من الاحسن خصها تكون اكبر في العجينه ديالها باش كتلمط لينا فريمون ديك السمنه، كيجي شكلها زوين، ما كنتيش البصله خارجه منها باش ما تحرقش وكيجي منظرها زوين. هانتوما غادي تشوفوا نورمالمون هاد البنات راه تيكون ما شاء الله ملاوي، تيكونوا كبارين هادو، مي انا درتهم صغار على المقيله تيكونوا كبار كبار كبار، يعني جوج ملويات بحال هادو كيعشيو الدوار. هذا البنات يعني عشاء ديال البسطاء في وقت البرد. مي انا كنعطيكم يعني كنحاول نقربكم الصوره ديالنا يعني كثقافه، كل مره غنبقى نحاول نبارطاجي معكم اطباق واحد المنطقه في المغرب وسي هكذا نتعرفوا على اطباق بعضياتنا. فوالا هذه الاخرى كتجي فيها غير عطريه، كتجي شويه محمراها وكنسد مزيان بحال الا كنلمط دوك البسيطيلات الصغيورين، تجي زوينه شكلها باش منين نكرسها ما تجيني لا خارجه منها لا بصله لا والو، وتجي زوينه في الشكل ديالها الخارجي. انا هكذا غنستمر، كدير تقريبا هذاك المقادير كيدير لنا واحد العشرة لاكثر 10 11 وحده على قد هذا القياس هذا. انا غنوريكم كيفاش كنهزها، شوفوا ليا سرحوها شي شويه في المقله عكس المسمن، المسمن من تحطوه ما تقرصوهش، مي هذه قرصوها شي شويه، ما كتجيش رقيقه وما كتجيش غليظه. والحشو كيجي غير كتشموا العجينه، ما كتجيش فريمون العجينه عامره بالبصله، يعني داك المسمن كيجي غير عوض ما ناكلو حرفي كناكلو من السم، وكتجي فيه غير خفيفه قليله. جربوها البنات، انا اكيد غادي تادوبتيو في هذا الفصل هذا ديال البرد، والوليدات كيحماقوا عليه. انا ولدي زهير كيقول هذه البيتزا ديال بوفيريني، كنقول هذه البيتزا ديال بوفيريني، كيحماق عليه ولدي زهير. وليداتي كاملين تيعجبهم هكا المسمن صراحه، واخا كنحررو شي شويه كيعجبهم. وانا هنا ديال رافقتو مع حريره لاستقبال فصل الخريف. شي نهار ان شاء الله نبارطاجي معكم طريقتي انا كيفاش كنعدل بها الحريره. فوالا نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وهنا غندوز معكم يا لالياتي المخنفر، وما تخنفروا عليا ما تشعفروا عليا. فوالا الطريقه ديال المخنفر اسهل ما يكون. غادي تاخذوا ليا 600 غرام اون توتال، فيها 300 غرام ديال طحين الزرع الفينو ولا سميده رقيقه، و300 غرام ديال الفرينه. ديروا معاها معلقه صغيره ديال العجينه، الخميره ديال العجينه يعني الخميره المعجونه، معلقه صغيره ديال السكر ومعلقه صغيره ديال الملحه، وغادي تعجنوا لي داك الخليط كامل، غتخلطوه غير بيديكم مثلا شي معلقه، وبيضه فوالا بيضه 600 غرام ديال الطحين فيها الزرع وفيها الفورص، معلقه صغيره ديال الخميره ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده ومعلقه صغيره ديال الملحه، مع زوج مع ساشيه ديال 12 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، 12 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. وغادي تحتاجوا ليه تقريبا نقول لكم واحد 300 سنتيلتر ديال الماء. المهم انا غنوريكم لا تيكستور ديالو كيفاش خاصها تجي، نتوما خلطوا هادشي بيديكم عاد ديروه في مولينكس. انا البنات مولينكس صراحه ما كطحنش لي ما كتبرد لياش غدا يدي، كندير الروبو كيطحن مزيان فريمون بحال كندير بحال كنطلع لا كريم. شوفوا كي كتجي لا تيكستور ديالها ليس، وكتجي اوموجين كتخدم، وما كنديرش الخمارات الحلوه دابا حتى كتخدم حتى كنقرب نحبس، باش كتفاعل دغيا وكتعطي كدير خدمتها مزيان ماشي من الاول. الخميره المعجونه ديروها من الاول، الخليط كامل الخميره المعجونه البيض الملحه السكر من الاول، والخميره الحلوه حتى تقربوا تحبسوا خصها تخلط في الاخر واحد جوج دقائق، ما يبقاوش دوك لي غريميول ما يبقاوش دوك الحبيبات الخميره، ولكن ما ديروهاش من الاول. وفوايي نتمنى ان شاء الله المقادير تكون واضحه، 600 غرام مخلطه ما بين السميده الرقيقه ولا الزرع وفارينه، الملحه سكر بيضه جوج خمارات الحلوه صغارين ديال المغرب ولا خماره ديالنا هنا ديال 12 غرام ديال الحلوه، وديروها حتى الاخير باش دير خدمتها مزيانه، خليوه يدور مزيان البنات، يعني في الاول واحد 5 دقائق، ومنين نزيدوا الخميره ديال الحلوه واحد 2 دقائق. بغيتوا ديروا مولينكس ديروها، انا كندير في هذا صراحه. شوفوا داك الهواء دوك الفقيعات ديال الهواء اللي كيطلعوا كيطلع احسن من مولينكس. فوالا حنا هنا باش نستافدوا لان الباتور كبير دوكو فريمون تيحرك العجينه من التحت عكس المولينكس. فوالا انا الغرض انا ندخل فيها الهواء، ندخل فيها الهواء ماشي نطحنها. وهنا غادي نخليها البنات ترتاح 40 دقيقه في درجه حراره معتدله في الكوزينه، يعني شحال ما كان الحال سخون شحال ما كتخمر دغيا، المهم انها خاصها تخمر. غطيوها بلاستيك والزيف وخليوها. انا هنا غنوجد حداكم الحريشه البنات، الحرشه ديالي كندير فيها 400 غرام، انا على حساب المقيله ديالي 400 غرام ديال الحرشه، معاها ساشي ديال الفاني، معلقه صغيره ديال الملحه،
معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وكندير معاها الخميره ديال الحلوه صغيره، ساشي صغير ديال 7 غرام ديال الحلوه، وكندير هكا واحد قياس 4 د المعالق ولا 3 ديال الزيت. المهم شوفوا غير واحد شويه في الكاس لتحت كنبسبسها، شوفوا لي الزيت راه قليل، بسبسوها مزيان 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 مزيان. 400 غرام ديال السميده متوسطه الحرشه، ساشي ديال الفاني، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر، وكندير معها ساشي ديال الخميره ديال 7 غرام، وكنخلط كلشي 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 بواحد شويه ديال الزيت بحال كندير كسكسو كنبسبسها. المهم الزيت البنات 3 المعلقات ولا 4 كبار كافيين، كنبسبس العجينه ديالي مزيان، لا زبده لا بيض لا حليب. هذه هي طريقه الحرشه اللي كيبيعوا برا، وهذه هي طريقه الحرشه اللي كبرنا بها اللي كدير امي. انا البنات الوصفه ديال اليوم هاشتاغ الوالده. فوالا كنخلي واحد شويه باش نقرص، هذيك اللي غنخلي دو كوتي باش نقرص فيها السكر، فيها السكر الفاني، يعني غادي تحمر ليا الحرشه، كتساهم ان الحرشه كتجي محمره. وكاس ديال الماء البنات، كاس الماء، وشوفوا لي هنا ما كنعجن ما والو، براس صبعاني كنقرص العجينه باش ما تجي ما تعجنش ليا، ما خاصنيش نعجن ديك السميده، لا خاصني غير ندخل فيها الماء وكتجي خفيفه. شوفوا لي كي كتجي خفيفه، غير واحد ميم با دقيقه نخلط داكشي كامل ونحبس، ما خاصنيش نعجنها، ما خاصش فريمون يكون عندي واحد لا تيكستور تعجنات ليا، الا تعجنات ليا راه غتجيني خايبه، غتجيني مدقصه من الداخل. وغنخليها واحد 3 دقائق هكذاك تشرب تشد راسها شويه، مي فريمون شفتوها كي كتحرك كتجي فريمون ليميت شويه قاصحه على الكيكه، كتجي فريمون خفيفه. انا البنات غنوريكم المقله ديالي، هي فين تنطيب كلشي. انا ما تعجبنيش الماعن في الدار بزاف، وانسانه ماشي منظمه، ما تعجبنيش الروينه، كيعجبني ما قل ودل، فالا لقيت حاجه زوينه كنبقى شادها غير هي. المقيله ديالي كتقوم بالواجب، هاد المقيله هادي مهم عندي انها كطيب لي مزيان كتحمر لي مزيان، فهذا هو اللي كيهمني. شاريها من اكسيون ولا السوق خفيفه كدوز العافيه دغيا، سيرتو الناس اللي كيطيبوا بديال الضو، ماشي فوق. والدينا كانوا كيديروا المقله فوق البوطه وعاد كيبداو يقرصوا، انا على برا كنقرص كنعطي واحد الشكل زوين، كنشد معلقه صغيره كنقاد الحواشي ديالها باش تجي زعما كاينه زويونه من بعد الشكل، لان الشكل والسي مهم، سيرتو دابا سيرتو كلشي كيتصور، يعني الشكل والسي مهم، ضرب التماره تكون شي حاجه زوينه. نقرصها مزيان من الحواشي، وكنشد ديك السميده راه فرشتها لها لتحت، والسي داك الخليط كنفرشو لتحت بلا ما ندهن المقله بالزيت، كنفرش الخليط لتحت، كندير العجينه ديالي وكنديرها عاوتاني من الفوق داك الخليط كامل، وكنبسط بيديا نتوما غتشوفوا غير بشويه باش كنحيد دوك لي تراس ديال الصبعان ديالي، وغنديرها طيب في حراره متوسطه الحريشه ديالي من وجه، والوجه الاخر كنقلبوا. انا عندي واحد الحديده ديال لاطا ديال الكيكه بها باش كنقلب، تحسوا غادي تقدروا واحد التقيبات بالموس، من بعد غنوريكم باش يخرج منهم البخار، وباش ما تنفخ لكمش دير لكم دوك البويقات هكا كتجي خايبه في الشكل ديالها. فوالا كطيب من هاد الجهه واحد 5 دقائق، ومن الجهه الاخرى واحد 5 دقائق، غيا كطيب البنات الحرشه درجه حراره متوسطه. فوالا دابا راه ديجا فوق العافيه تطيب، وانا غنجي نطيب معكم المخنفر. البنات شوفوا كيفاش كتجي لا تيكستور ديالو، ودابا راه خمر. عندي جوج مقيلات، هذا الطريقه للبنيتات المبتدئات ولا البنيتات اللي باغيين يزربوا. فوالا جايين نديا فطور ديال الزربه، حاجه مزروبه فريمون، من غير 40 دقيقه ديال الخميره ديالو، ما بين المصيبه ديالو ما بين الطياب ديالو، ميم با 15 مينوت البنات تطيبوه. شوفوا ليا مقيله صغيره، عطيني ديك مقيله صغيره باش ناخذ بها لاطاي، باش ناخذ بها الشكل، حيتاش الاخرى كبيره بزاف، يعني هنا مغرف عامر فوي، مغرف عامر. غنعاود نهز شويه حيتاش المغرف كيبقى فيه دائما شويه لصق، دائما هذيك المقيله كتهزلي قياس مغرف باش ما يجينيش غليظ بزاف، انا راجلي ما تيبغيش، واخا هما الخنفر الحقيقي كيجي شويه غليظ، مي انا ديالي لا ما تنديروش غليظ، كنظن نتوما راه غتبغوا تتبعوا طريقتي. وكندير فوالا عامره في خاويه، عرفتوها ولا خاويه في عامره؟ عامره في خاويه، سير على الله. وعاوتاني كندير شوفوا ليا ربع كاس ديال الزيت غنطيب فيه داك الشيء كامل، كندير دائما قطعه الزيت هنا طيب على هذا الوجه، وفي المقيله الاخرى نقطه الزيت، اي ان سي دو سويت، زيد الماء زيد الزيت زيد الماء زيد الدقيق زيد الدقيق زيد الزيت فوالا. في المقيله الاخرى كيطيب، وعاوتاني المقيله السحريه هي فاش كنطيب المخنفر. البنات الا عندك الوصفه مزيانه والمقادير مضبوطه وداكشي مزيان، وما كتحاوليش ديري اجتهادات في هاد الوصفات هادو ديال الوالدين، غنقولي بسم الله يا رضات الوالدين غتصدق. اي مقيله ديال المقيله هذيك تندير فيها كلشي، البنات كندير فيها حتى البسطيله، دابا نبرعكم معنات ماشي ضروري يكون عندي بزاف، انا بنات كوزينتي صغيره ما عنديش فين غنجمع داكشي، وما الغرض عندي ماشي نزيدكم شروم قالي، الغرض انا نوريكم بان حتى داكشي اللي عندنا في الدار راه يخدم، الا ما ضبطتيش المقادير ولا بديتي كتجتهدي بزاف داكشي راه ما غتصدقلكش.
يعني وصفات سهله عامره في خاويه خاويه في عامره. ايه هكذا غنكمل المخنفر ديالي كامل. صراحه كيجي جدا رائع تبارك الله ما شاء الله. درت 18 ولا 20 وحده ما بقى منهم والو. الله يحفظ لكم وليداتكم والله يعطينا صحتنا. ايه فوالا حبيباتي كما قلت لكم صراحه كتعطي با مال كونتيتي 600 غرام ديال 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 الدقيق يعني ما بين الفورس وسميده كتعطي خير الله تبارك الله. وهذا كان هو الفطور ديالنا البنات. فطور صراحه ما شاء الله الله يقوي الخير. انا السبت اليوم وليدي ما كيكونش في الدار كيمشي النهار كامل كيديبلاصا على حساب الكره ديكو كياكل مزيان وكل نهار رزقو. اليوم قررت انني نطيب ماكله ديال الدار هكذا نبارطاجي معكم الوصفات ونتمنى ان شاء الله الوصفات تعجبكم. ما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم وشكرا بزاف. الى فرصه مقبله ان شاء الله.